بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. النهاردة يا جماعة واستكمالا لسلسلة حلقات البطاطس وكل حاجة إن شاء الله عن البطاطس، النهاردة هنتكلم عن موضوع هام جدا وهو الأمراض الفيروسية على نبات البطاطس، ونركز كويس جدا يا جماعة في الحلقة دي، وهقول لحضرتك إزاي بيبقى شكل الأمراض الفيروسية دي على نبات البطاطس. اتكلمنا في الحلقات السابقة يا جماعة عن تسميد البطاطس في جميع مراحل نمو البطاطس، اتكلمنا عن وعملنا برامج تسميد لكل مرحله من هذه المراحل، كمان اتكلمنا عن الرشات الهامه اللي هترشها على نبات البطاطس من بدايه زراعه البطاطس وحتى الحصاد، كمان اتكلمنا على الخميره واستخدامها على البطاطس ومواعيد استخدامها وموانع استخدامها عن البطاطس، كمان اتكلمنا عن الاثار السلبيه اللي ممكن يعملها لك هرمون الجبرلين او الاستخدام الخاطئ لهرمون الجبرلين، والمواعيد الخاطئه لاستخدامه ممكن ياثر لك على درنات البطاطس وشكل البطاطس. واتكلمنا عن ري البطاطس، اتكلمنا عن كل حاجة عن البطاطس، اتكلمنا كمان يا جماعة عن الأمراض الفطرية اللي بتصيب نبات البطاطس، واتكلمنا عن الآفات الحشرية اللي بتصيب نبات البطاطس وازاي انك انت تقاوم الأمراض الفطرية دي وتكافح الآفات الحشرية اللي موجودة على نبات البطاطس. بنقول الكلمتين دول يا جماعة عشان في ناس كتير جدا بتدخل تقول لي عايزين برنامج تسميد لمرحلة التحجيم، عايزين برنامج تسميد في مرحلة المجموع الخضري. معلش كلف نفسك شوية وابدأ دور في القناة عن الموضوع اللي انت عايزه وان شاء الله هتلاقيه. احنا ان شاء الله النهاردة هنبقى بقدر كبير جدا لمينا كل حاجة عن نبات البطاطس واتكلمنا عن كل حاجة في البطاطس بالتفصيل زي ما وعدناكم عشان حضرتك ان شاء الله ما تحتاجش لأي حاجة بعد كده. النهاردة هنتكلم عن الأمراض الفيروسية اللي بتصيب نبات البطاطس بالصورة يا جماعة وبالأشكال عشان تشوف انت العرض اللي عندك ده او المرض اللي عندك ده مرض او فيروس ايه على النبات اللي موجود عندك في الحقل. رقم واحد معانا يا جماعة من الأمراض الفيروسية اللي بتصيب نبات البطاطس وهو فيروس التفاف اوراق البطاطس او بوتيتو ليف رول فيروس. ده يا جماعه الاسم بتاعه او الاختصار بتاعه بيبقى بي ال ار في عشان لو شفته في اي منصه من المنصات، وهو فيروس التفاف اوراق البطاطس. وبنلاحظ في العرض ده على النبات يا جماعه ان معظم الاوراق دي بتبقى منحنية لأعلى وبتبقى واخدة وضع عمودي على الساق، سواء كانت الساق الفرعية أو الساق الرئيسية، وبنلاقي فيها بعض الخطوط أو بعض النقاط يا جماعة الصفراء الخفيفة بين عروق الأوراق. كمان الورقة بتبقى متقزمة، وكمان الأوراق بتاخد شكل أو ملمس جلدي لما بتضغط على الورقة نفسها يا جماعة، بتحس إنك أنت بتكسر إزاز، الورقة بتفرقع معاك وأنت بتكسرها، وكمان الورقة بتبقى واخدة اللون اللي هو الاخضر المائل الى الرمادي، يعني اللي واخده لون اخضر ما يعني مش يعني لون مش اخضر يا جماعه، اللون تحس ان هو رصاصي كده، لما تشوفه من بعيد تحس ان هو رصاصي ما فيش فيه اي خضار خالص. وممكن تلاقي على السطح السفلي للورقه بعض الالوان باللون البنفسجي، ده من اعراض الاصابه بفيروس التفاف اوراق البطاطس. والفيروس ده يا جماعه بينتشر عن طريق الحشرات الصاقبه الماصه وخاصه حشره المن، وبينتشر بشكل كبير جدا. فانت المفروض عشان تكافح المرض ده يا جماعه تبدا تكافح حشره المن. والمرض ده يا جماعه كمان بيأثر على الدرنات وبيعمل لك بعض التقرحات على قشور درنات البطاطس، فنركز قوي يا جماعه في مكافحه الفيروس ده عشان ده من الفيروسات الخطيره جدا اللي ممكن تعمل لك مشاكل كبيره وتقلل لك المحصول بنسبه كبيره جدا. رقم 2 معانا يا جماعه وهو فيروس تجعد اوراق البطاطس او البي في واي. المرض ده يا جماعه من الامراض الفيروسيه برضو الخطيره، وبنلاحظ فيها يا جماعه المرض ده بيؤدي الى تقزم النبات بشكل عام، كمان الاوراق يا جماعه بيبقى عليها بعض التجعدات او بعض البرابيق، وكمان بعض النقط البنيه اللي ممكن تلاقيها وسط عروق البطاطس وسط عروق الورقه اللي موجوده عندك. ده شكله يا جماعه على النبات بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، ده فيروس تجعد اوراق البطاطس، وده برضو يا جماعه ممكن يعمل لك مشاكل على الدرنه او على درنه البطاطس وقت الحصاد. وده بينتشر برضو عن طريق الحشرات الصاقبة المصة وخاصة برضو حشرة المن، ونركز يا جماعة عن حشرة المن من أخطر الحشرات اللي بتنقل الفيروسات على نبات البطاطس وعلى معظم النباتات الخضر أو نباتات الفاكهة.
يبقى ده شكل فيروس تجعد الاوراق وده شكل فيروس التفاف الاوراق. طب الفرق بينهم يا جماعه انك انت زي ما احنا شايفين كده انك انت بتلاقي الورقه دي واخده انحناء لاعلى ومفيش عليها اي تجاعيد خالص، ممكن تكون ملساء. وده شكل الشكل الثاني يا جماعه للنوع الثاني من الفيروس، هو فيروس تجعد الاوراق، بتلاقي بعض الانتفاخات البسيطه او الكثيره على الورقه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وتبص على الورقه تحس ان الورقه منتفخه في بعض الاماكن بين عروق الاوراق، وممكن تلاقي بعض النقط البنيه على الورق. المرض الفيروسي اللي بعد كده يا جماعه اللي بيصيب نبات البطاطس هو فيروس موزايك البرسيم، زي ما احنا شايفينه كده يا جماعه في الصوره. وتركز قوي يا جماعه على النوع ده من الفيروسات اللي بتصيب نبات البطاطس، عشان الناس بتكافح الشكل ده بشكل خطا جدا، وفي ناس كتير جدا تقول لك ده نقص عنصر مغنيسيوم، ده نقص عنصر حديد، ده نقص عنصر نيتروجين، الكلام ده كله خطا يا جماعه، ده مش نقص اي عنصر من العناصر اللي احنا شايفينه ده، ده فيروس موزايك البرسيم، وبيبدا ينتقل عن طريق بعض الحشرات الماصه زي المن مثلا، وبتنقله الحشره دي من البرسيم الى نبات البطاطس، وبيظهر بالشكل ده على نبات البطاطس. ونركز قوي يا جماعه في النوع ده من الامراض الفيروسيه، لانه بينتشر بشكل كبير جدا وبسرعه كبيره جدا، فتركز قوي يا جماعه في مكافحه الافه المسببه او اللي هي بتنقل لك الفيروس ده على باقي اجزاء النباتات اللي موجوده عندك في الحقل. وزي ما قلت لك ان الفيروس ده بينتشر بسرعه كبيره، يعني ممكن تلاقي النهارده نبات او اثنين او ثلاثه في الحقل اللي موجوده عندك، بعد يومين ثلاثه طبعا انت بتقول انا هرش مغنيسيوم، لا انا هرش حديد، لا انا هرش عناصر، وبترش وتيجي تبص تلاقي مفيش اي نتيجه عندك، لان انت بتشتغل بشكل خاطئ. وده يا جماعه نوع من انواع الفيروسات الخطيره اللي بتصيب نبات البطاطس، فيروس موزايك البرسيم. ونركز فيه يا جماعه، ده من اخطر واهم الامراض الفيروسيه اللي بتاثر على البطاطس بشكل كبير، وده بيعمل لك تقزم عام في النبات في سلميات النبات، كمان بيعمل لك ممكن يعمل لك تقرحات على السقام. وغالبا يا جماعه ما بتلاقي النبات موجود معاك طول العروه، ما بتلاقيهوش ان هو الورقه بتاعته تنشف حاجه او يموت او الكلام ده. وانت لما بتلاقي الموضوع ده عندك ما بتلاقيش ورقه بتنشف معاك، او ما بتلاقيش اي اصابات على الورقه غير اللون ده، فانت بتعتقد ان ده نقص عنصر من العناصر، وده مش نقص اي عنصر من العناصر يا جماعه، تركز قوي في الكلام ده، فيروس موزايك البرسيم. وتبدا ان انت تكافح الافه المسببه لانتشار الفيروس ده، وزي ما قلت لك اهمهم حشره المن وحشره الذبابه البيضاء. يبقى النهارده كده يا جماعه اتكلمنا عن ثلاث امراض فيروسيه هامه. رقم واحد، فيروس تجعد اوراق البطاطس زي ما احنا شايفينه بالشكل ده قدامنا. رقم 2، فيروس التفاف اوراق البطاطس، وده برضو من الامراض المنتشره بشكل كبير جدا على نباتات البطاطس، وهو فيروس التفاف اوراق البطاطس. بص عليه كده يا جماعه، ومحدش يقول لك ده نقص عنصر الزنك، ده نقص عنصر البورون، ده نقص عنصر الكالسيوم، الكلام ده خاطئ يا جماعه. وتبدا ان انت تشتغل على النبات وعلى المرض اللي قدامك بشكل صحيح عشان تاخد نتيجه كويسه، تمام. والفيروس الثالث يا جماعه او المرض الثالث وهو من الامراض الفيروسيه، وهو فيروس موزايك البرسيم، وزي ما احنا شايفينه كده على اوراق البطاطس. والامراض الفيروسيه ده يا جماعه بتاثر على الدرانات بشكل كبير جدا، وبتقلل لك الانتاج، ممكن يوصل لنسبه مثلا من 20 الى 30% من الانتاج. وكمان يا جماعه تركز قوي ان عندك اي اصابه بالامراض الفيروسيه فده بيتقلل من مناعه النبات وبتضعف النبات بشكل عام، فالنبات مش هيقدر ياخد حتى العناصر الغذائيه اللي حضرتك بتضيفها، مش هيقدر يستفيد منها بشكل كامل وبشكل جيد. كمان يا جماعه ممكن الامراض الفيروسيه مع الضعف العام للنبات ده، اي انواع من انواع الفطريات اللي موجوده في التربه ممكن ان هي تاثر على النبات بشكل كبير وبشكل سريع، لان النبات عندك زي ما قلت لك المناعه بتاعته مناعه ضعيفه. ده كان موضوعنا النهارده يا جماعه عن بعض الامراض الهامه الفيروسيه اللي بتصيب نبات البطاطس. اتمنى ان اكون قدمت لكم معلومه مفيده، واتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شكرا لحضراتكم، تحياتي.